في فصل الإنجيل المقدس الذي استمعنا إليه، يتحدث ربنا يسوع المسيح في الجزء الأول عن المحبة الثالوثية، وفي الجزء الثاني يقدم لنا مثلا عمليا عن هذه المحبة الثالوثية. في الجزء الأول، المحبة الثالوثية بأركانها الثلاثة التي يعيشها الإنسان المسيحي هي: أولا محبة الله التي من كل القلب والفكر والنفس والقدرة، ثم محبة القريب في العائلة الإنسانية، ثم محبة النفس. وهذه الثلاثة أيها الأحباء تعني ثلاثة أبعاد في حياتنا. فوجود المحبة الإلهية في القلب يعني وجود المخافة الإلهية، فالمحبة الإلهية ليست الإنسان الذي يحب الله، لا تكون هذه المحبة مجرد كلام، ولكنها وجود للمخافة، أو حسبما قال داود النبي: جعلت الرب أمامي في كل حين. هذه هي المخافة التي نعيشها في حياتنا وفي خدمتنا وفي علاقتنا كلها: جعلت الرب أمامي في كل حين. أما الجانب الثاني فهو محبة القريب، ومحبة القريب تعني عمل الرحمة. في الجزء الذي استمعنا إليه في الإنجيل المقدس رأينا فعل تحنن، وفي نهاية الفقرة الإنجيلية قرأنا: الذي صنع الرحمة. فمحبة القريب ليس لها تعبير أو ترجمة إلا عمل الرحمة، وعمل الرحمة عمل متسع للغاية، قد يبدأ بكلمة، وقد يبدأ بفعل، وقد يبدأ بشعور أو بإحساس. أما الجانب الثالث من هذه المحبة الثالوثية فهي محبة النفس. والمقصود بمحبة النفس بالطبع ليس الأنانية، ولكن المقصود هو شعور الرضا. فالإنسان الراضي الذي يشعر أن الله هو الذي يدبر كل شيء هو إنسان ناجح في حياته. فمحبة النفس تعني أن الله خلق لك وأوجدك زمانا ومكانا وكيانا، أوجدك في أفضل صورة طيبة. أما الإنسان المتذمر أو اللي ما بيعجبوش حاجة، فهذا الإنسان غالبا لا يكون ناجحا في أي عمل صالح، الإنسان الراضي. إذن هذه المحبة الثالوثية تترجم إلى مخافة في القلب، وعمل للرحمة، وشعور بالرضا. وهذا يا إخوتي نعيشه من خلال ثلاثة قوانين إلهية في كل عمل نصنعه، في كل اجتماع، في كل خدمة. أولا، الله هو محب لكل البشر، فمحبته على جميع الأبرار والأشرار، هو يحب كل إنسان. وهذه المحبة التي يسبغها الله على البشرية جمعاء، هو يحب الإنسان وإن كان لا يحب خطيته. أما القانون الثاني الذي يتعامل الله به معنا فهو أنه صانع للخيرات. خيرات الله الكثيرة وعطاياه هي في كل صباح. نحن نصلي ونقول في شكر الله يوميا: نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة المقدسة. هذه نعم الله صانع الخيرات. أما القانون الثالث والأخير الذي يتعامل به الله معنا ويجب أن نشعر به، فأنه ضابط الكل. فكل الحياة وكل البشر وكل السياسات وكل الدول وكل الشعوب وكل الأفراد
وكل القرارات وكل القوانين والحياة الظاهرة والتي ترى والتي لا ترى، فهي مضبوطة بيد الله. فالله هو الذي يضبط الكل، وهو الذي يرى الكل، فلا يتم شيء على وجه هذه الخليقة إلا بسماح من الله. هذه القوانين الثلاثة: الله محب للبشر وصانع للخيرات وضابط الكل. وعندما نوجد في هذه القوانين الإلهية، إنما يشعر الإنسان دائما بالراحة، كما يقول النص الإنجيلي: الذي صنع معه الرحمة. أننا عندما نصلي في كنائسنا بعبارة كيريا ليسون: يا رب ارحم، وهي أقصر صلاة، إنما هي نداء لكل واحد فينا أن يصنع الرحمة. يعطينا الله أن نكون أداة لصنع الرحمة في هذا العالم الذي يحتاج مننا كل تحنن وكل شفقة وكل رحمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.